하늘에 다 ひなどり もいつかは優しい懐に帰る明日もあるだろうなのになぜ巡り会えぬ父の影泣くものだ僕は男だ信じてる信じてるその日のことをこの手で父を抱きしめる日のことを咲く花も露く草もいつかは人と巡り会い語る夕べもあるだろうなのになぜ訪れない بسم الله الرحمن الرحيم أخوكم فهد مودلر دخلت مسابقة فهد وصالح للهواة الرابعة مجسم أكوما من ستريت فايتر سكيل 1/7 طبعا مجسم رزن واشتغلت فيه لمدة أسبوعين وأتمنى إن شاء الله أن يعجبكم وأتمنى أن يحصل مركز طيب هالمسابقة يعطيكم العافية اسمي إبراهيم العمر وصار لي 10 سنين من 2000 مبلش بالهواية اللي هي المودلينج من سبق ايربروشينج وتركيب مسوي ثلاث شخصيات شخصية دارك سايدرز بيست على فيديو جيم بلاي ستيشن اكس بوكس بي سي وشخصية حق قصة مانجا مسويها كنتارو ميورا اللي هي برسيرك مسوي شخصيتين جاتس 100 مان سلاير وزاد نصفراتو زاد ترانسفورميشن القطع هذه اللي أنا مشتغل عليها عندي أصدقائي مولدرز مسوي منها كميات معينة فيما يتعلق بجتس ويتعلق دارك سايدرز كلهم تقريبا 10 حبات كفرين وزاد حصلتها من اليابان بالوندر فستيفال فشريتهم جبتهم معاي نظفتهم واشتغلت عليهم شخصية دارك سايدرز خذت مني وقت 3 أشهر أما فيما يتعلق بجتس فخذ مني تقريبا من 25 إلى 30 يوم وزاد خذ مني أسبوعين شغل وفي الختام هي هواية وايد حلوة ما تقتصر على الأطفال بالعكس في جميع فئات الأعمار قاعد يشاركون فيها ونبي مشاركات أكثر نبي مسابقات أكثر لأن شعب الكويت الشعب موهوب جدا وراح تشوفون إن شاء الله الشغل وإن شاء الله راح يعجبكم بسم الله الرحمن الرحيم هذه أول مشاركة لي في مسابقة فهد بوصالح وأنا اخترت الديراما العسكرية كانت تجذبني أكثر بداية كان مع العسكري الألماني فحبيت يعني أكون أكثر بعد العسكرية وأدش أتعمق في الديرامات العسكرية الديراما هي تجسيد حق معركة وقعت سابقا فأنت تأخذ الصورة هذه الحقيقية وتجسدها على مسرح تكون هي صارت من قبل أنت وشفتها وحطيتها خليتها هي كمجسم صغير إن شاء الله يعجبكم شغلي وتقيمونه لأن هذه أول مسابقة لي أشارك فيها وإن شاء الله يعني في المرات القادمة أشارك بأكثر وأكبر من هالشغلات هذه اللي شفتوها الحين دراما أو الدبابات أو الأسوار العسكرية وأنوع فيها إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اسم يوسف صقر الصقر ركبت موديل مجسم واحد سكيل 1/35
دشك روسية في الحرب العالمية الثانية. خذ مني الشغل تقريبا 4 أشهر، لأني أنا أشتغل يعني شغلي بطيء يعني متقطع وايد، مو ملتزم بالوقت وايد. أتمنى أن المجسم يعجبكم ويحوز على رضاكم، وأتمنى من الشباب أنهم يسعون إلى هذه الهواية، ونتمنى انتشارها بالكويت والوطن العربي إن شاء الله. اسمي عبد العزيز عبد الله دشتي، حبيت الهواية قبل سنة، وين قندم كان أول مسلسل طالعته قبل 5 سنين تقريبا، وهو لفت انتباهي بألوانه وأجنحته، وايد أحب الأشياء اللي تطير، والألوان أنا أشتريها دائما مع فهد بصالح الجمال المسنة، وأنا حاليا مستمر وإن شاء الله أكمل بالهوايات. وأنا أنصح جميع الشباب إنه يشتغلون بهالهواية، لأن هواية جدا تونس وأسعار رخيصة، وفهد ما يقصر، كل شيء جديد يجيبه والألوان جاهزة وكل قطعة تحتاجونها جاهزة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسابقة الكويت الرابعة للمجسمات، وإن شاء الله يومها راح نوزع فيها الجوائز للمتسابقين. عندنا 8 فائزين في هذه المسابقة، والله يوفقهم إن شاء الله، وإن شاء الله نلاقيكم في السنة الجاية إن شاء الله. الفائز الأول عندنا فهد الضواحي، مركز الأول في مسابقة الرزن، تفضلوا. الفائز الثاني عندنا مسابقة الرزن أخونا إبراهيم نعمر. مبروك عليك يا زين، مبروك. الفائز الثاني مسابقة الأسلحة العسكرية أخونا يوسف الصقر. الفائز بالمركز الثالث بالأسلحة العسكرية أخونا حيدر العبادي، تفضل. تفضل أخوي، مشكور. تفضل. الفائز الثالث مركز الخيال العلمي ألف عبد العزيز دشتي، تفضل. الفائز الأول مسابقة الأسلحة العسكرية أخونا عبد العزيز سرحان. إن شاء الله نشوفكم في السنة الجاية ومتابعين أكثر إن شاء الله. وفقكم الله.
ولو هيزي يمين أونيلو سكا How am I more maybe Nemurezu iru daro Ashita ga mienu Tatakai no hibi Tatoe tsukare hatetemo Hagane no yomo na Omae to no tsunagari o Kitsuku iishimeleba Fly again Tornado no hageshisa no yoda Tanashi de teki tachi mukau この俺の悲しみ